إلى آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف الأراضي الأوكرانية، وأضافت أنها أسقطت الطائرات المسيرة فوق منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. قال حاكم منطقة بلغرود الروسية إن هجوماً جوياً أوكرانياً على المنطقة تسبب في إصابة 8 أشخاص وألحق أضراراً بعشرات المباني السكنية وبالسيارات. وأضاف المسؤول أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً نقلت إلى المستشفى.